رغيف العيش يا عبد العزيز بيه بالنسبة للشعب المصري بيمثل أهمية كبيرة وغريبة وفريدة من نوعها دونا عن شعوب العالم كله. يعني مثلا كان عندي حوار مع حد من شوية في البيض. احنا عندنا احتفاء ذاتي من البيض في الإعلام الصراحة. البيض أصله أنا باكل البيض الأورجانيك، أصل أنا البيض يا عم ده مش وقت بيض. أنت عايل بيضان. ناس كتير هيقولوا لي وأنت بتقول لنا كده عشان لا لا أنا ما بصبركش. وانت عارف ان انا مش عمرو بتاع التصوير ده، انت كان بقالك شهرين تلاتة متضايق مني عشان ما بسودها في وشك. ليه لقيت ايه؟ جامد ولا عنب؟ فانا ما بصبركش، انا بقول لك بره الناس بتفكر ازاي. يقول لك ايه؟ كرتونة البيت في مصر ارخص من كرتونة البيت في امريكا. يا روح امك، اللي في امريكا ده بيقبض 2000 دولار زي انت في مصر بتقبض 2000 جنيه. تخيل اللي في امريكا ده لو بيقبض 2000 دولار وكرتونة البيت ب 70 دولار، ده كان زمانهم الحكومه اللي عندهم دي اتفشخت. مش هناكل؟ ما ناكلش. هنجوع يعني؟ نجوع. ايه المشكله يعني؟ الغلابه عايزه تاكل، عايزه تاكل يا ريس. تعليم وقلنا يلا بلاها تعليم. ينفع التعليم في ايه مع وطن ضايع؟ علاج ومستشفيات وقلنا مش عايزين نتعالج. ما عندناش علاج جيد في مصر. بلاها علاج ومستشفيات. الاكل يا ريس مين يصرف عليهم؟ الاكل، اللقمه اللي هتحيينا. مين يعيش الناس ديت في مصر؟ 24 شهر في السنه صايمين اصلا يا ريس. هنجوع يعني؟ نجوع. البيض طبعا اللي هو مائده الناس. ابو تقل دم امك، محبوش الواد ده. البيض طبعا كله بالبسطرمه هيبقى نفس الطعم. بيض اورجانيك وبسطرمه، الله يرحم. ايه حرام عليك، ابعد عني بدل ما تاكل في وشك. انت ليه ما بتتكلمش عن لا 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 ابعد عني يا عم، ابعد عني وسالك. مش عايز اديك والله ما عايز اديك يا اختي. انما انا ليه اشتري علبه لبن زياده؟ جبنه رومي جبت لك، جبنه مثلثات، جبنه المثلثات يا بشتري جبت لك. ليه اشتري ازازه زيت زياده؟ جبنه فرامنك جبت لك. ليه اشتري كيس بطاطس للعيال زياده؟ جيت في يوم قلت لك هات حته. ليه اشتري علبه زبادي بسعر زياده؟ ما حصلش اني قلت لك هات حته. بريزيدون ولا مش عارف ولا فتوته ولا قلت لك هات لحظه. الحاجات دي كلها، كل الجبن اللي انا عملتها في حياتي دي عملتها عشان خاطر مين؟ عشان خاطر البقره؟ لا طبعا، عشان خاطرك انت. مقهى مقهى، وأنت مع الجريدة جالس. لا لست وحدك. البيض الأورجانيك